بالعاصمة القطرية الدوحة مؤتمر إقليمي عن حقوق الإنسان في المنطقة العربية. المشاركون في جلسات اليوم الأول ناقشوا أهم التحديات التي تواجه الأمم المتحدة في تعزيز حقوق الإنسان في المناطق العربية التي تشهد مستوى غير مسبوق من العنف وتواجه تهديدات خطيرة ما أثر بشكل كبير على المشهد الحقوقي وعلى أداء منظمات المجتمع المدني والهيئات المعنية بحقوق الإنسان. لم تشهد المنطقة العربية في تاريخها القديم والمعاصر هذا المستوى من العنف والقتل والتشريد للأبرياء مثل ما تشهده هذه الأيام. وعلى الرغم من التفاؤل الذي برز مع انطلاق الحراك الشعبي أو ما يسمى بالربيع العربي منذ 5 سنوات، إلا أن الأحداث اللاحقة قد دفعت المنطقة إلى المزيد من التوتر، فبدلا من تعزيز حقوق الإنسان ازدادت الانتهاكات وتراجعت الحريات. ومن المتدخلين من عزى تقهقر الوضع الحقوقي في المنطقة إلى تراجع الأداء الديمقراطي وضعف منظومة القضاء وندرة التمويل العربي والدولي المخصص للنهوض بحقوق الإنسان واحترام الحريات العامة والخاصة. حقوق الإنسان بالذات في الدول التي تشهد صراعات وتشهد أزمات هناك خرق لحقوق الإنسان وهناك توثيق من الجامعة العربية وبتنسيق مع المفوضية لكل هذه الأمور الخاصة بحقوق الإنسان. اليوم نحن الآن لنتصارح ونتحدث بكل شفافية وصراحة لتفادي مثل هذه الأمور. مؤتمر إقليمي اتخذ شكل مصارحة شفافة ترمي تشخيص مواطن الخلل والوقوف على أسباب تراجع المشهد الحقوقي في المنطقة، وذلك من أجل الخروج بخلاصات وتوصيات عملية تساهم في تحسين المناخ الحقوقي العربي والنهوض بالحريات.